سعودي أوجي واحدة من أكبر شركات قطاع الإنشاءات والأعمال في السعودية والعالم العربي. ما السبب في إغلاقها بعدما يقرب من 40 عاماً؟ هذا ما سنتعرف عليه في حلقة اليوم. كانت شركة سعودي أوجي واحدة من أكبر وأهم الشركات الرائدة في قطاع الإنشاءات والبنى التحتية في السعودية، إلا أن انخفاض أسعار النفط والترشيد الحكومي على الإنفاق دفع بها إلى الإفلاس المتسارع، وصولاً إلى تسريح كافة العمال وإغلاق أبوابها تماماً في نهاية الأمر. كانت سعودي أوجي قد تأسست في سنة 1978 كشركة مقاولات وأشغال عامة، وكانت الشركة مملوكة لعائلة رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري وعبد العزيز بن فهد آل سعود. وفي أواخر سبعينيات القرن العشرين قام رفيق الحريري بشراء شركة أوجي الفرنسية، وقام بدمجها في شركته ليصبح اسمها سعودي أوجي، وفيما بعد تطورت وتوسعت لتشمل الاتصالات والطباعة والعقار وخدمات الكمبيوتر، حتى باتت من كبريات شركات المقاولات في المملكة وفي العالم العربي ككل. وقد وصلت إيراداتها سنة 2010 إلى حوالي 8 مليارات دولار أمريكي، إلا أنها فاجأت الأسواق حين أعلنت يوم 31 يونيو 2017 أنه آخر يوم عمل في الشركة قبل الإغلاق الكامل بسبب الإفلاس. يعزو الخبراء الاقتصاديون هذا الانهيار إلى انخفاض أسعار النفط واعتماد الحكومة سياسة تخفيض الإنفاق، ما أدى إلى توقف العديد من المشاريع الضخمة، بينما يرجعه خبراء آخرون إلى سوء الإدارة وغياب الحوكمة. وقد كانت الشركة المنهارة تمتلك قبل الإفلاس عقود عمل لعدد من المشاريع تمتد ل15 عاماً، إلا أن الإغلاق دفع بأصحاب هذه العقود إلى تحويلها لشركات أخرى. وقد قامت الشركة بتسريح نحو 40 ألف عامل من أصل 56 ألف عامل لديها قبل انهيارها التام، وقد رفع ضدها نحو 30 ألف دعوى قضائية، بينها دعوات من قبل بنوك أبرزها البنك الأهلي السعودي، بنك سامبا، البنك الأول والبنك السعودي الفرنسي. وقد صرحت وزارة العمل السعودية عقب هذا الانهيار أنها بصدد نقل 1200 موظف سعودي إلى شركات أخرى، وكذلك 6000 عامل وافد، مع توجيه صندوق تنمية الموارد البشرية لإيجاد فرص عمل مناسبة للسعوديين الباقين، وعددهم 600 شخص.